يمكن بنتحدث عن قضايانا ومشاكلنا بنوع من الوضوح والشفافية. الهدف دايما ان مصر تبقى دولة سباقة في كل المجالات. في برنامجنا من مصر بنهدف دايما لحل هذه المشكلات، وبنطرح هذه القضايا حتى نصل إلى حلول. في البعض منها بيكون قاطع، والبعض الآخر بيكون مجرد رسائل لعدد كبير من المسؤولين. النهاردة يمكن بتكون رسالة جديدة لمسؤولين في الجانب المالي. طبعا قطاع البنوك بيشهد هذا الأمر، وبنوجه إليه هذا الاهتمام والنظر دائما في كثير من الأمور اللي بتأثر كتير جدا أو بتؤثر كتير جدا على الوضع الاقتصادي والدخل القومي لمصر. النهاردة أعزائي المشاهدين بنتكلم على قضايا خاصة بسداد القروض. عندما يقبل شاب أو مستثمر أو حتى رجل أعمال أو حتى مقتحم للعمل في مصر، بيبدأ بداية طريقه في وضع تصور لمشروع، وبعد كده بيتجه إلى جانب مهم قوي، هو جانب الفائدة أو جانب الاقتراض، واللي بتعود دايما على البنك يمكن بفايدة من خلال هذا العمل. النهاردة بنقول عدد كبير من قضايانا في البنوك بتخضع دائما للمراقبة والمحاسبة. يمكن على رأس هذه القضايا قضايا سداد القروض وعدد كبير من المتعسرين اللي بيصيبهم تأثير بالغ من الأوضاع أو أشياء كتيرة جدا يمكن أن تؤدي إلى تعثر لأصحاب الأعمال. بنفتح هذه القضية اليوم بنتحدث عنها بشفافية ووضوح. بيسعدنا أعزائي المشاهدين أن يكون معنا اليوم ضيف في هذه الحلقة الأستاذ هيثم أديب المحامي بالاستئناف العالي. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. أهلا بك أستاذ هيثم. يمكن لما بنيجي نتكلم على التعامل مع البنوك وأسلوب التعامل مع البنوك في أخذ قرض معين لبداية مشروع، ما هو الطريق الذي يجب أن يسلكه يعني المستثمر أو صاحب العمل للحصول على قرض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو المفروض المستثمر أول ما بيجي عشان ياخد قرض بيكون بعمل دراسة جدوى للمشروع ويقدم على هذا القرض. يبقى البنك بياخد طريق ان هو يدرس دراسه جدوى يقدمها للمستثمر، ياخد دراسه جاده ومشروع يعيد على البلد بفوائده بيتم صرف القرض، ياخد دراسه غير جاده فما يتمش صرف القرض. يعني لازم الاول يقدم دراسه جدوى للبنك جاده. اذا للبنك ان يرى انه يمنح او لا يمنح. طبعا. تمام. هل هناك مقاييس معينة لهذا العمل، ولا البنك في النهاية يعني من خلال هذه الدراسة بيقول هذا الشخص قادر على رد الأموال أو على رد القرض بفائدة أو غير قادر؟ هل هناك جهاز داخل البنك بيقوم بالتقصي عن وضع المالي للمستثمر أو صاحب القرض أو طالب القرض؟ هل هناك كيان آخر يعمل مع البنك في هذا الجانب؟ هو طبعا في جهاز داخل البنك، داخل اي بنك من بنوك في مصر، جهاز مصرفي يتم عرض عليه جميع اوراق المقترض او المستثمر، ويتم فحص هذه الاوراق بعنايه جيده، ويقوم بمراقبه هذا الجهاز البنك المركزي المصري لضمان جديه المبالغ اللي بيتم قرضها. يعني المبالغ ديت هي في حياه الامر مش مبالغ بتاعت البنك، دي مودعين البنك، المودعين بتوع البنك حاطين البنك حاطين فلوسهم في البنك منتظرين في الفوائد بتاعتهم. تمام. فالبنك ما هو غير وسيط بيشغل الفلوس ديت في المشاريع دي. فالبنك لو هو اتصرف في هذه المبالغ بطريقه او باخرى بدون دراسه جيده وبدون فحص المشروع فيعتبر اهدار مال عام، يعني ده مال مودعين. وبيقوم بمراقبه هذا الكلام دوت البنك المركزي المتمثل في المحافظ ونوابه ورئيس قطاع الرقابه على البنوك الاجنبيه او البنوك عموما في مصر. هذا الامر بيخضع ايضا الى صندوق التنميه الاجتماعيه من وجهه نظرك، ولا الصندوق بيعمل
بخلاف ما يعمل به البنك. لا الصندوق حاجه والبنوك حاجه تانية. صندوق التنميه الاجتماعيه ده مشروع بتبقى صغيره الحجم وفي مشروعات كبيره ما بيبقاش فيها موافقه على طول، او ما تقابلناش بمشروعات كبيره طبقا مع الصندوق. سقف اي قرض من القروض هل يصل الى مبلغ محدد او قيمه محدده، ولا بيتوقف على نوع العمل او نوع الاستثمار؟ لا بيتوقف على نوع عمل او نوع استثمار، مفيش سقف معين. مفيش سقف معين، لكن صندوق الاجتماعي للتنميه فيه سقف معين. صندوق الاجتماعي صندوق ليه سقف معين، سقف مش المبالغ الكبيره، يعني مبالغ ما تتعداش 50,000 جنيه. في تصل منها الى المليون يعني زي ما سمعت. لا صندوق لا مش واكتر من، لا مش هيقبل بيها، ان الصندوق عاوز يدي او يعمل قروض على اكبر عدد من الشباب اللي عاوزين يشتغلوا، عاوزين يبداوا مشروعات. الفائدة الخاصة على هذه القروض كيف تحدد وما هي هذه الفائدة؟ احنا عندنا نوعين من الفوائد، قانونيا قانون المدني مادة 227 من القانون المدني حددت الفوائد بنوعين من الفوائد، فوائد مدنية وفوائد تجارية. الفوائد المدنية هي تتجاوز نسبة 4% من قيمة القرض. الفوائد التجارية تتجاوز نسبة 5%. القانون خرج البنوك من قطاع أربعة مواد مدنية وخمسة وخمسة مواد تجارية. طب مدنية بمعنى ايه؟ مدنية بمعنى حاجة اجتماعية؟ لا مدنية بمعنى شغل أو أي عمل بين أشخاص عاديين، يعني البنك كده كده بيدخل في نطاق عندنا في القانون حاجة اسمها شخصية اعتبارية. التجارية اللي هي أي شيء أو أي كيان قانوني يخضع للقانون التجاري، زي بنوك، شركات الاستثمار، شركات قطاع الأعمال، تخضع أحكام القانون التجاري. والأمر يرتبط بالبطاقة الضريبية والسجل التجاري. بيرتبط بالبطاقة الضريبية والسجل التجاري وبطاقة الاستثمار والكلام ده كله. لكن في المدني لا يرتبط بهذا. لا لا لا. قانون خرج بنسميه قرض شخصي. لا ده لسه يعني ما كناش زي للدراسه او قرض. لا لسه ما كناش في القروض، احنا بنتكلم على الفايده دلوقتي. تمام. القانون خرج او ماده 227 خرجت قطاع البنوك او غير قبل ما تخرج قطاع البنوك حددت ان البنوك تخضع لقانون تجاري، فالتعامل بتاعها هتتعامل طبقا للفايده التجاريه. ايوه. القانون خرج البنوك جميعها من تحديد سعر الفايده ودخلها طبقا للبنك المركزي. قانون البنك المركزي هو المتحكم الاول والاخير في تحديد سعر الفايده. سعر الفايده في ارتفاع وانخفاض، في ارتفاع وانخفاض اقتصادي لعمل الدوله في الوقت الحالي. في الوقت الحالي البنك المركزي بيحدد سعر الفايده بتاعته عن طريق لجنه السياسه النقديه بالبنك المركزي، بتجتمع كل 45 يوم. على مدار 3 سنوات قبل 24/11/2011 سعر الفايده يتجاوز 9.75%. 9.75%. تمام. 24/11/2011 تم رفع سعر الفايده لتصل الى 10.25%. ومفترض على جميع بنوك، دي اعلى فايده 10.25%. مفترض على جميع بنوك ان تخضع في احكامها وقوانينها وفوائدها لفايده محدده عن طريق البنك المركزي. ده المفترض. ده المفترض. هما اللي بيحصل ايه؟ بيحصل نجد بنوك حكومية طبعا فيها رقابة شديدة من البنك المركزي، بنوك الأجنبية أو الخاصة بمعنى أصح أو بنوك الاستثمارية تنعدم فيها الرقابة على البنك المركزي للأسف. إزاي؟ ما بيطبقوش رواح البنك المركزي، ما بيطبقوش قوانينه، سعر الفايدة بيحدوه كما يشاءون. ممكن يحددلك سعر الفايده 20%، 25%، 15%. ازاي حضرتك اذا ما كانش في رقابه على هذه البنوك ازاي هيتم الافتراض؟ ما هو ما فيش رقابه. يعني هنا تبقى هذا الشكل غير قانوني. يعني الشكل قانوني قدام الناس، انما في حياه الامر غير قانونيه. هو شكل مستتر يعني بيبان، لكن الفايده بتبقى اعلى من كده. الفايده اعلى. تحدث عن الفوائد المركبه والفوائد الواضحه. البنوك الوطنية فيها الفايدة واضحة ومحددة، فايدة واضحة وصريحة. وصريحة. التلاعب هنا في أي جانب؟ التلاعب هنا في أي جانب؟ التلاعب هو الفايدة اللي بتنزل من البنوك الحكومية. هو البنوك الحكومية ما بتيجي تعمل اقراض لأي شخص بتعمل للمستثمرين الكبار اللي متعرف عليهم صيتهم واسمهم في السوق
وموظفين قطاع الحكومة اللي هو يضمن ان هو ياخد مرتبه من قلب البنك، يبقى كده ضمن ان القرض بتاعه مش هيروح في حتة. يعني الموظف ليه قرض، قرض ايه بقى حضرتك؟ قرض شخصي، قرض سيارة، فيزا كات، هي قروض عادية، هي مساعدة، قرض واحد عياله مش قادر يدخله مدارس او مستعصي عليه مصاريف المدارس بياخد قرض ليها، الحاجات العادية. وقروض استثمارية، بس البنوك الحكومية ما بتطبقش مع قروض استثمارية غير مستثمر قوي في السوق، دي اسمه، دي سمعته، دراسة الجدوى بتاعته جادة، محدد فعلا فيها أسعار مكسب وخسارة، اتوافق عليها من البنك الحكومي، وقبل ما يتم موافقة فعلا عن طريق بنك حكومي بيبقى في عضو من البنك المركزي بيوافق على هذا الكلام. تمام. هل هناك مشروعات بتخرج البنوك عن الخاصة هذا بقى؟ اتفضل. البنوك الخاصة ما نقش فيها الكلام ده. البنوك الخاصة اتجهت دلوقتي او متجهة بقى لها ازيد من 5 سنين. انا دلوقتي هطلع قرض بمليون جنيه، باتنين مليون جنيه مستثمر عشان اشتغل، وهادخل معاه في متاهة، طب انا اقفل موضوع القروض ده كلها واشغل 3 انواع من القروض او 3 سلع. دي بنوك خاصة بتتعامل بهذا الكلام. ايه هي السلع اللي مشغلها البنوك الخاصة؟ هم بيطلقوا عليها سلع. قرض شخصي، قرض سيارة، فيزا كارد، اكتر من كده ما بيشتغلش. ما بيدوش قروض للاعمال او قروض للمشروعات؟ مش عاوزين يعملوا كده. سبب هيجي يدي قرض مشروع 2 مليون 3 مليون جنيه، تمام، عنده ان هو ب 2 مليون جنيه او 3 مليون جنيه دولار يدي قرض ل 100 فرد ويحدد سعر فايده ل 100 فرد بطريقه هي عاوزه، بالطريق اللي هو شايفه صح، بدون يقام بنك مركزي. يعني معنى كده ان البنوك الوطنيه هي اللي بتقوم بالقروض الخاصه بالمشروعات الكبرى. طبعا. لكن من المفترض ان هو لا بيقدم مذكره او بيقدم مشروعه للبنك، المفروض البنك بيدرسه. طبعًا. عاده البنك ما بيدرسوش بالنسبه للبنوك الخاصه، وبيعتذر عنه بشكل لائق كده او بشكل شيك ان هو مش هينفع كذا ولا ما ينفعش كذا. ولا هنا الامر الجانب انه الزامي برضك طالما ان البنك اتقدم له المشروع جيد وبشكل جيد ومدروس بشكل جيد، يبقى البنك المفروض يرد عليه بشكل قانوني. البنك الخاص من اساس لو انا كمستثمر ورايح اقدم على مشروع يقول لي انا ما عنديش غير 3 انواع من السلع اللي ببيعها، فيزا كارد شخصي، كارد سيارة. وده مباح لي. يعني لو امتنع عن منح قروضه للمستثمرين مفيش اي مساءله قانونيه بالنسبه للبنك. طيب المركزي. يعني احنا كده بنخرج البنوك الخاصه من اطار حديثنا عن التعثر في سداد القروض، ولا انت شايف ايه حضرتك؟ لا، هو انا التعثر في سداد القروض شايفه من وجهه نظري ان المشاكل فيه اكتر بكتير بنسبه كبيره في البنوك الخاصه عن البنوك الوطنيه. البنوك الوطنيه لما بتيجي تدرس مشروع وبتطلع قرض على اساسه بتبقى حاطه نسبه ليميتد او احتمال ان يحصل تعثر نسبه 10%. بتدرس مظبوط. البنك الخاص لما بيجي يطلع اي قرض اي شخص ما بيحاولش يحط نسبه احتمال ان القرض دهوت يتعثر في الشخص، ما بيحاولش يحط. دي من الدراسه اللي المفروض يقوم بيها البنك. ما بيحاولش يحط. ليه ما بيحاولش؟ ابسط مثال طبيعي، انا راجل، لو انا راجل رايح اقول له بنك اديني قرض عربيه مثلا، طب ايه هي مقوماتي عشان اخد قرض عربيه من البنك؟ تفتح البنك يقول لي ايه؟ يقول لي انا مش عاوز منك اي حاجه ولا اي شيء خالص، انا كل اللي عاوزه منك ان انت تروح تدفع 10,000 جنيه مقدمه العربيه. ثمن العربيه كام؟ 120 130 الف جنيه. طب انا قسط كام في الشهر؟ قسط 4,000 جنيه. طب منين؟ ما هو حاجه منين انا هدفع 10,000 جنيه دلوقتي وانا هبقى ملتزم بدفع 4,000 جنيه؟ ازاي؟ مش العقد شريعه المتعاقدين وده مبدا قانوني؟ مبدا قانوني مهم. طيب يعني انا مفروض كمشتري او كمتعاقد مع البنك مفروض ان انا ادرس هذا القرض الشخصي، ويمكن القرض الشخصي ما بيخشش فيه الجانب التعثر اكتر لانه هو على ضمان مرتب او ضمان داخلي او ضمان. للاسف البنوك الحكوميه البنوك الوطنيه بتتكلم بيبقى ده مبداها. وده السياسه اللي ماشيه عليها. البنوك الخاصه مش ماشيه بالسياسه ده خالص.
وهي دعوة بممتلكات، وهي دعوة بمرتبات، وهي دعوة بأي حاجة. ليها دعوة إن أنت أهم حاجة تاخد قرض وتتعثر وتحبسك. دي انهي البنوك الخاصة هي أجنبية، ده أهم حاجة عندها. هتحبسك هتستفاد إيه حضرتك من الحبس؟ ما هو ده نفسي أفهمه من البنك المركزي. يطلع السيد المحافظ الدكتور محافظ البنك المركزي يقول لي إيه فايدة البنك الحكومي، البنك الخاص أو البنك الأجنبي، فايدته يعمل إيه كده؟ بيعمل كده في الشعب دي. ده الكلام دوت مش الأيام ديت، الكلام دوت من أيام الزمن السابق. إيه فايدته؟ لما أنا كبنك، أو مش هقول حاجة، إحنا عندنا هنا كام بنك استثماري عدد، لما كبنك واحد يقوم بعمل في سنة واحدة 30,720 قضية أشخاص متعثرين ويحبسهم في شارع مين؟ ليه؟ النظام السابق كان بيعملنا ايه؟ دخل شغل شغل شغل، وبعد ما يشغل خلينا منطقيين يا استاذ هيثم. يمكن لما انا بدي قروض زي ما اتفقت، انا هاخد هدي قرض واخد فايده من خلال هذا القرض، انه ده عمل تجاري او عمل استثماري. مش هنقول ده عمل ربوي، لكن هنقول ده جانب استثماري البنك بيقوم بيه، على اعتبار ان في نوع من تسيير الاعمال الموجوده في مصر، ومن الاقتصاد بيبتدي ينتعش. لان طبعا هذه الاموال الموضوعه في البنوك بتحتاج الى عمليه من التدوير، يا اما البنك بيقوم بذاته بهذه المشروعات، وبنقول هنا البنك بيغامر بذاته وباموال المودعين، وهو اصلا صاحب الضمانه الاولى عليها. لكن لما بنرجع للاشخاص اللي بياخدوا قروض من البنوك من اموال المودعين، بيكونوا ملتزمين برد هذه الاموال في فترات محدده بعقد تم بين الطرفين. انا عاوز اقول ان البنك هنا لما بيجي يرفع قضيه معينه، فبيرفع قضيه بناء على التعاقد. يعني انا مش معقول هرفع قضيه كبنك على متعثر او على شخص ما بيسددش لمجرد ان انا يعني بمارس ضغوطي عليه. مش معقوله انا لما بيتاخر بدي له انذار والتاني وبعد كده برفع القضيه، سواء كان بقى العدد بكثره او باقل. فالمشكله دي بتبقى مشكله القروض بشكل عام في مصر، لكن البنك هنا غير ملام في رفع هذه القضايا. طب انا معلش محسن بيها، بس في نقطه عاوزين نوضحها. البنك غير ملام في رفع هذه القضايا. امتى حصل التعثر؟ وغير امتى حصل التعثر؟ هل كان في تعثر بطريقه بشعه ديت قبل كده ولا ما كانش فيه؟ كان احنا بنتكلم دوت بعد احداث ثوره يناير 25 يناير. قبل كده ما كانش فيه الكلام. اذا هذه القضايا بتربطها دكتور يمكن استاذ هيثم بعد الثوره، يعني الكساد الذي حدث. الكساد الذي حصل في البلد. تمام. طب ده امر وقتي، يعني او امر غير مفترض انه بيكون دائم، لكن ده بيحصل في اي دوله حصل فيها ثوره. تمام. وده شيء طبيعي. حصل فيها ثوره وفي كساد اقتصادي وفي عدم انتظام في الدوله وامور الدوله. طب انا كبنك خاص وخاضع في اشرافي البنك المركزي، يا بنك مركزي انقذيني من الناس اللي بتطني كبنك خاص بفلوس ذات، وانا كنت واخد الفلوس ذات عامل بيها مشروع، يعني والمشروع وقف بسبب الثوره. يعني انت عاوز ان البنك المركزي يكون صاحب ضمانه على صاحب ضمان الناس دي؟ احنا ما بنطلبش، يعني المقترضين اللي احنا بنتكلم عن دوت محسن بيه، ما بنطلبش منهم، ما بنقولش ان هم مش عاوزين نسدد. المقترضين ده هم يمكن مسددين اصل القرض وأذى من قصر القرض. كل المتعثرين اللي بنتكلم عليهم دول، مش بنتكلم عن متعثرين قبل 25 يناير. قبل 25 يناير كان في متعثرين يزوف والكلام ده كله، بنك من حقه من اصل القرض ومطالبين بفوائد عن القرض او بدفعات القرض. بدفعات القرض. انا عاوز اسال حضرتك، هذه الفائده هل هي فائده مقسطه طوال فتره السداد، ولا زي ما قلت لي حضرتك قبل التسجيل انها فائده بتؤخذ في البدايه من المقترض ثم ياتي بعد ذلك؟ جميع البنوك الخاصه وعلى مسؤوليتي الشخصيه محافظ البنك المركزي والبنك المركزي مديهم تصريح ياخدوا قيمه الفايده اول تت اواني من قيمه القرض. يعني لو قرض 5 سنين ياخد فايدته في اول سنتين، بدليل ان انا ناس موكلين عندي خدوا بعضهم بعد اول سنتين عاوزين نروح نسد بقيه القرض، نوصل البنك يا جماعه عاوزين نسد بقيه القرض، يقول لك ماشي اوكي
ادفعينا اصل القرض، طب وميه سددته ده ايه؟ لا هناخد الفوائد. طب بنك ما كذا عارف الكلام ده؟ اصل الفرض، اصل القرض في المتبقي. لا اصل القرض يعني واخد، يا وانا مقترض 50,000 جنيه مثلا وعليها 25,000 جنيه فايده مثلا، يعني مع ان الفوائد يبقى غير حقيقيه، لان يعني البنك الخاص جميع فوائده ازيد من 15% سنويا. تمام؟ وعندي 25,000 جنيه فايده وسددت سنتين، يعني هكون سددت مبلغ عليها 75,000 جنيه، يبقى سددت سنتين. لما اروح اقول لي ادفعي 50,000 جنيه، طب هيسدد ده ايه؟ يقول لي ده فايده. ازاي فايدتك بتدخلها بدون ما تبدا السنه الجديده؟ يعني انا خدت 5 سنين، الفايده بتتحسب من اول يوم بدايه السنه. يعني انت واخد الفايده بتاعتك كويس اول سنتين ازاي؟ نروح البنك المركزي يقول لك اه ما احنا مديهم تصريح بكده. تصريح بكده ازاي؟ هو انا لما بروح اودع فلوسي بقول انا عاوز اودع فلوس عندكم بخمس سنين بيدوني قرض بيدوني فايده، الخمس سنين بيدوهاني في اول سنه؟ وبيدوهاني كل سنه كل ما بسيب الفلوس. هذا التصريح من البنك المركزي المعلن بالنسبه للمتعاقدين، يعني في شروط التعاقد بان البنك سياخذ هذه الفوائد او فوائده كامله. ما فيش تصريح من البنك المركزي من سداد القرض. ما فيش تصريح من البنك المركزي، بس هي المشكله ان احنا اما بنقع في مشكله مع بنوك جات نروح نخاطب بنك مركزي، البنك المركزي بيبقى عنده حاجه من الاثنين، يا يدينا اجابه ان هم اه فعلا احنا مديهم الكلام ده، يا اما يقول لك ده بنك خاص مالناش دعوه بيه. كمحامي ازاي وصل لعلمك هذا الجانب الخاص باخذ الفائده في الثلث الاول كامله من المقترض في البنوك الخاصه؟ وهل ده بيتم في البنوك العامه او الحكوميه؟ لا. مفترض انا كمقترض لما اجي بمضي على تعاقد بقرض، بقول مثلا انا هاخد القرض دوت على مدار 5 سنوات. بيبقى في شرط في التعاقد دوت يقول لك ايه؟ يقول لك ان انا لو في حاله ان انا سددت قيمه القرض بالكامل فوري قبل نهايه مده القرض، يتم خصم فوائد متبقيه ويتم اضافه 3% كحد اقصى غرامة تكييش. غرامة تكييش، تكييش ده في عقد كده ولا اعمال محاسبه؟ لا غرامة تكييش. يعني ايه غرامة تكييش؟ ان انت كيشت دلوقتي وكان مفترض ان انت كده الفلوس زي فوتت فرصه على البنك. فوتت على البنك، فوتت على البنك فرصه في مكاسب سنتين ثلاثه زياده. تمام. طب اللي بيحصل في بعض الاشخاص عندما يقترض بيبدا في سداد الفوائد والاقساط وبيدفع اكتر من هذه الفوائد في اصل الدين، يعني مثلا هو مطلوب انه يدفع مثلا كل شهر ولنفرض 10,000 جنيه مثلا، فبيدفع العشرة وبيدفع فوق العشرة 2000 او 3 او 5 من اصل الدين. ازاي بيتحسب وازاي بيخصم من اصل الدين؟ هنا الدين بيقل وبالتالي الفايده هتقل، ده اكيد. والبنك بيقول ده، انا بسهل البنك عليك الامر، البنك بيقول الكلام ده، انا بسهل عليك الامر وادفع، وانت بتدفع يعني اقساطك ادفع زياده من اصل الدين على اعتبار ان انت بتسهل على نفسك. تمام. انت بتشيل فايده زياده وبتعجل بدفع الدين. صح. طب ايه اللي بيحصل في البنوك الخاصه؟ البنوك الخاصه غير الكلام ده خالص. البنوك الحكوميه او البنوك الوطنيه تيجي تعمل ازاي؟ انا باخد منها قرض 5 سنين، جيت سددت اول سنه وبقول لهم يا جماعه انا هسدد بقيه القرض كاش. تمام. ويقول لك خلاص 4 سنين الفوائد بتاعتهم اتشالت. بضيف عليك ما بين 0.5% 3% غرامة التكييش، وممكن ما تضيفوش. ده بيبقى على حسب رأي مجلس إدارة البنك، كمان ما بيرجعش البنك المركزي فيه بعد ما خد فلوسه خلاص. البنوك الخاصة غير كده خالص. البنك الخاص من بداية ما تاخد منه القرض يحسب لك تلت مدتك قد إيه، دي الفايدة بتاعته، ده بتاعه، وبعد كده ده أصل القرض. لما يعلم الكلام ده ازاي؟ عن طريق عدد كبير من الموكلين ومتعثرين كنا بنروح نخلص مشاكلهم في عدد من البنوك الخاصه. استاذ هيثم، يعني هل يعني الجانب الخاص بالمحاماه وهل الجانب الخاص بالرقابه التفت لهذه المشكله مؤخرا؟ فين المقترض وفين استشارته القانونيه وفين دراسه مجموعه البنوك اللي بتقدم؟ يعني انا مثلا هقترض في مشروع معين، بقول انا هقترض من بنك وطني او من بنك اجنبي او بنك خاص، ممكن يكون وطني يعني ممكن يكون يحمل الجنسيه المصريه وبقترض منه. انا هنا كمقترض لما باجي اعمل دراسه جدوى بحط في اعتبارياتي او في اعتباري هذه البنوك، انا كنت فين وكان فين هذا الجانب؟ هل هو كان امر خفي اصبح دلوقتي امر ظاهر؟ المشكله جت ازاي؟ المشكله جت ازاي يا استاذ محسن؟ المشكله جت ان كل الناس اللي تعثرت في الوقت الحالي
كل واحد بيحلم ان هو ياخد قرض ويبدا يعمل مشروع، سواء كان مشروع سياحي سواء مشروع خدمي. كان في بطاله في عهد رئيس المخروع حسني مبارك، كان في بطاله، فاي حد كان بيتعامل ان هو عاوز قرض عشان يشتغل خد القرض اشتغل، ربنا سهله وبدا يسدد. يعني البنوك الحكوميه ما كانتش بتدي قروض، ما بتديش قروض غير موظفين حكومه او كبار مستثمرين. موظفين الحكومه دي ضمانه على ضمانه عشان الحكومه، عشان هم شغالين في الحكومه. لكن بالنسبه للتجاري، ما احنا بنتكلم يمكن على التجاري اكتر، ده اللي بيخلي حركه الاقتصاد في مصر منتعشه. التجاري البنوك الوطنيه في التجاري كانت بترفض التعامل خوفا من ضياع المبالغ المقرضه. ازاي؟ عدم دفع الاقساط في مواعيدها، عدم اختفاء اشخاص، يعني مفيش ضمانه فعليه ان الفلوس موجوده. بمعنى صح، ما هو اي قرض هيتم استاذ هيثم من خلال البنك لازم بتاخد الضمانات الكافيه، والا مش ممكن تمنع. ده بنوك وطنيه. تمام. بنوك الخاصه ما بتعملش كده خالص. احنا بتعملش كده خالص، ما بتاخدش ضمانات، ضماناتها ورق. ما هي دي نقطه برضه تانية. ورق بمعنى. يعني انا مثلا عندي بيت او عقار بعمل ضمان. ولا ده كده. امال ايه؟ انا كبنك خاص استاذ محسن جاي يقترض مني، انت عاوز كام؟ عاوز كذا، اتفضل. هتمضي على عقد بالقرض، وهتمضي مع عقد عدد من الشيكات البنكيه عدد من الشيكات البنكيه ضمانا للمبلغ ده. في حالة ما سددتش هحبسك. دي هي بقى بنوك خاصة. ما هو البنك هو الخسران. النهارده لما يعرف ان واحد مش هيقدر يدفع هيبقى في مشاكل. حضرتك قلت لي يمكن رقم كام حضرتك؟ 30,720 قضية مرفوعين في 2011 من بنك واحد. من بنك واحد. العدد ده كله ممكن يكون البنك متعطل ويتعطل البنك. يتعطل. يعني هنا الأموال كلها بره في قروض يعني غير مجمعه، هو الخسران. يعني الخساره جايه على البنك. والبنك هيستفاد ايه استاذ هيثم من حبس هذه الاشخاص؟ هقول حاجه، ما هو مش هيحبسهم. طيب هو بيستفيد حاجه واحده او إيه؟ استفادته حاجه واحده، رفع عليك قضيه، خد عليك حكم استئناف، معارضه استئناف، وست معارضه استئنافيه غصب عنك هتدفع. مش بيضاك. يعني اذا انت قادر. يا مش اذا انت قادر. ما كلمة انت قادر ديت في حياة واحدة، لو انا فعلا قادر ان انا اسدد ساعتها ما كنت بسدد. انما مش قادر ان انا اسدد، بوصل معايا القضاء لحد ما اوصل لمرحلة ان لازم اسدد، يبقى ساعتها هنطلق السلف، اجيب هنا اجيب هنا اجيب هنا لحد ما اعرف اسدد. استاذ هيثم يعني اسمح لنا ناخذ هذا الفاصل مع السادة المشاهدين ونعود معكم مرة ثانية.